يوم فعليا نتكلم على قواعد البيانات اتكلم عن معادله بسيطه تقدر تطبقوها. اذا عندكم مؤسسه، شركه، منظومه كبيره تحتاج علاج بيانات، تحتاج انه يصير فيها حوسبه، الطريقه المعتاده القديمه انكم تروحوا تجيبوا مركز بيانات عندكم، قواعد بيانات، هالسيرفرات وهالستاكات والاشياء الكثيره، وبعدها تقعدوا تتمموا اعمالكم ببساطه. بس الموضوع تغير، وكثير تشوفوني اتكلم عن مصطلح كلاود. كلاود اللي هي الخدمات السحابيه، هي فعليا انكم انتم بدل ما تبنوا عندكم مركز البيانات الكامل مع المنظومات حقت التحليل والاداره والمعالجه والذكاء الاصطناعي وغيرها من الامور في منظومه قاعده البيانات، انتم بكل بساطه اخذتوا نفس الكلاود سيرفيسز الخدمات السحابيه وفتحتوا لكم خوادم في السحابه عند ناس زي علي بابا كلاود. فبالتالي هم نفسهم يديروا الخوادم والسعات والأشياء اللي تمموها، وانتوا النتيجة بتحصلوا على قدر عالي من المعالجة في البيانات، بحيث انكم ما تهتموا للخلل اللي يصير في السيرفرات في الستاكات نفسها، ما عندكم رئيس قسم سيرفرات وبالتالي هو نفسه اللي قاعد يدير الأمور من وإلى، ما عندكم كوست تشغيلي جدا عالي لأنه أتكلم على مئات الآلاف بكل بساطة نزلت إلين ما صارت اشتراك شهري بحسب احتياجكم، فالأمور أفضل من كذا بكثير. ففي عندنا مصطلح اسمه Scalability. وش يعني هذا المصطلح؟ Scalability هي سرعة التوسع والانكماش للسحابة. يعني أنت عندك اليوم مع ازدياد الطلب أنت تبي تكبر في السحابة حقتك وأنظمتك من دون ما يحس العملاء، من دون ما يأثر على أي من الأنظمة عندك، من دون ما الناس يحسوا بأي اختلاف في الجودة. فإحنا السحابة عندنا ممكن تتوسع بسلاسة، لو صار في أي متطلبات للانكماش كمان تنكمش بسلاسة. وليش هذه مهمة؟ هذه توفر عليك الفلوس وتعطي أحسن خدمة للعملاء. اللي جاوب لكم السؤال هو رئيس S3C. بس وش هو S3C؟ طبعاً علي بابا كلاود هي شركة عالمية للحوسبة السحابية، هي الثالثة عالمياً. S3C هي مشغل علي بابا كلاود في المملكة، هي ضمن شراكة ما بين 5 شركات: علي بابا كلاود، STC، شركة سكاي السعودية للذكاء الاصطناعي، وشركة سايت السعودية للأمن السبراني، وصندوق EWTP أريبيا اللي تابع لصندوق الاستثمارات العامة. فإحنا اليوم فتحنا هذا JV في المملكة لنتواكب مع أنظمة المملكة للمتطلبات حق السوق السعودي بشكل خاص. الحين لو تكلمت لكم واقعيا عن وجود خدمات زي علي بابا كلاود، فهل إحنا فعلياً أخذنا السحابات حقتهم وبدأنا نطلع أعمالنا ونصدرها تعالج هناك في الصين؟ إحنا في عندنا أشياء كثيرة متشابهة، بس الاختلافات الجوهرية هي امتثالنا لأنظمة الأمن السبراني 100%، وكمان إحنا قاعدين نحاول نطور خدمات ومنتجات خاصة بالبيئة السعودية. إحنا ما إحنا قاعدين نجيب منتجات عالمية ونعطها في السعودية، لا، قاعدين نحاول نطور أشياء نبلورها بالطريقة المناسبة للسوق السعودي وللعملاء عندنا في السعودية. فالمعادلة وبكل بساطة، إن بغيتوا خدمات مرخصة من نفس هيئة الأمن السبراني والجهات المختصة ومطابقة للشروط اللي فيها حماية البيانات لكم ولي ولأصحاب المؤسسات والشركات، اعرفوا أنه بإذن واحد أحد تقدروا تلاقوها عند أحد المزودين زي علي بابا كلاود. وبالتالي وجودهم بخبراتهم في المملكة واستحداث الخوادم والخدمات عندنا في المملكة العربية السعودية محليا بكوادر سعودية وتقنيات وأيضا خبرات صينية تخلي أمورنا جدا عظيمة. نحن موجودين عشان نواكب متطلبات السوق السعودي اللي هو الحين أعتقد بعد ليب كل الناس بدأت تعرف كبر حجمه وكبر إمكانياته وتطلعاته إن شاء الله المستقبلية. الموضوع مجاوب بكل بساطة، وبإذن واحد أحد البيانات اللي هي ذهب هذا المجتمع اللي إحنا قاعدين نعيش فيه وذهب هذا العصر اللي كلنا في الكوكب قاعدين نعيش فيه، الله ينفع بنا يا رب العالمين، نعرف إنه يتم معالجته والاستفادة منه من زوايا مختلفة، وبالتالي المستفيد الأكبر إحنا المستخدمين بإذن واحد أحد من ناحية الأعمال، أفراد والخدمات. الله يبارك للجميع، ونهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الكريم.